معي قبل، هذا بيكون اعمق من هنا، يعني بيكون مور سيفير. فهذا هو الباي بولر بشكل عام. هلا الباي بولر لما يصير في حاله المانيا اللي هي الهوس، لما يصير مزاجه كثير مرتفع، مرات بيرتفع مزاجه ونشاطه لدرجه انه الدوبامين اللي براسه قد ما بصير كثير، شو بيصير؟ لما يرتفع الدوبامين شو قراته بالسكيزوفرينيا؟ هلوسينيشنز؟ 100%. فبدخل عنده هلاوس يصير في عنده دلوجنز، تمام؟ يصير في عنده دلوجنز، فهذول بالعاده شو بيكونوا؟ لما يجوا على العياده يكون المهدي المنتظر، تمام؟ يكونوا مين؟ اي واحد يشوف حاله انه هو مهم بصير يحكي عن حاله بطريقه بعظمه جرانديوز، هذا بيكون مين، تمام؟ فهاي هي اهم شيء. بصير معهم بالعاده بيرسكيوتري دلوجنز، يعني بصير في عندهم شو ممكن الناس بتراقبهم، طبعا حتى الثيم بتاع البيرسكيوتري انه هو مهم كمان، نوع منها جرانديوز انه سي اي اي بتراقبه، اخبار صناعيه اشياء اساس انه هو محور الكون. هذول طبعا بالعاده ما بيجي لحاله، ليش؟ عنده جرانديوز، تمام؟ ثاني شيء اهم يجيبوه، وبالعاده ما بيكون بالعيادات هذول في البيرسكيوتري، ولا بيكون في المستشفى. فالحالة لما تكون منتكس ويحكي عن حاله بهذه الطريقه بتشوفوه فقط بالعاده من المستشفى. اللي راح على الفيس يوز شافني زي هيك، مين راح على الفيس؟ شفتوا حد زي هيك؟ شو شفتوا احكي لي؟ شو كان يقول؟ اللي هو شو كان يحكي؟ من فكره لفكره حكي سريع، كان بسرعه يعني، ما بسرعه شو كان حاله عظيمه يعني، حكى انه اسمع ليله القدر الشمس وشو اسمع شو ولدت ليله القدر الشمس والقمر بيمشوا معه دايم ضارب صحوما. هاي نوع من الجرانديوز حرفيا نسوي الكل على كان يحكي كمان انه اعمامه بيتآمروا عليه وبدهم ايش يعملوا، بدهم يقتلوه عشان مصاري على مصاري، طبعا كل العيله تلاقيها طفرانه وراح مع مصاري، تلاقيه يعني هيك اشياء مش موجودين. طيب وهم هذول اللي بالعاده بينعتوا للجنود، تمام؟ مو هذول تلاقيهم حتى بالافلام تلاقيهم عاملين مثل ما عاملين. فهذا هو الوصف تبع الجنود بالعاده الالكترونيكس. وبالعاده بتعالج بصير كويس. طب هذا في بصير هالوسينيشن والديلوجنز، شو بفرق عن السكيزوفرينيا؟ انه هون في ديبريشن صاحب، في ديبريشن صاحب لها فتره من ديبريشن. لا هاي هاي اذا بصير مانيا بيضل اسبوعين ثلاث. ديبريشن اسبوعين ثلاث. الريميشن دكتور لما نساله بيكون تعبيره حزين، وبساله بيكون بقول لا انا مبسوط. هاي من الاشياء انه في نيجاتيف سيمتومز للسكيزوفرينيا، يعني في عنده الافكت منتج بيكون شوي مش مرتب وبكون يحكي طالعه مرات، بس هي مرات ممكن تيجي مع شو بيصير في السدي انه هذا مو ديسوردر، هذا اكثر شو يعني مو ديسوردر انه لو نسال انك زعلان او دكتور فيها بكون داخل بحاله ديبريشن. لا دكتور فيها هاي حاله ريميشن انه بيكون دكتور باي بولر فيها شوي فيها شوي دكتور بولر عن ثاني الفانكشنينج بيكون طبيعي. السكيزوفرينيا شو بيضل ينزل؟ شو بيضل يتدهور عنده في الحاله؟ هو الكوجنيشن الادراك تاعه بيضل ينزل تاع السكيزوفرينيا، غير تبلش علاج. طبعا الباي بولر لا، الادراك تاعه بيكون كويس بس هو بحالة المانيا بصير يخبص بالحكي، بس بتروح برجع طبيعي الحالة. تبع السكيزوفرينيا ما برجع طبيعي وما برجع لحالته قبل العلاج، تمام؟ بينما الباي بولر عادي برجع. واحنا لما نشوف المريض عادي اللي برجع والادراك تاعه كويس بيتناقش معك عادي، هذا باي بولر اكثر. السكيزوفرينيا ما بيكون فيه كثير استجابه من المريض، تلاقي المريض شوي رجل، تلاقي الكونديشن تبعه قليل، ما بيعرف ياخذ يعطي معك اي مساله رياضيه، ما بيعرف. هذا الفرق الرئيسي. يعني هيك لخصنا معظم المحاضرة بس نمشي عليهم. الباي بولر كان زمان اسمه مانيك ديبريشن إلنس أو مانيك ديبريشن، هذا زمان، بعدين صار اسمه باي بولر، صار اسمه مانيا و اسمه باي بولر. ثري تايبس للباي بولر، هايلايتر بدنا
مش القرص الكتابة على حرف صار مرة ثانية ورد ما عليها ارجع على نفس ال اتوقع شنو في هايلايتر مصفر في 3 تايبس في الباك بولر كلهم طبعا بيصير فيهم تغير في المود والانرجي يعني اهم شيء المود والانرجي والاكتيفيتي في عندنا اول شيء اكستريملي اب ريتد يكون ريتبل هاي اول شيء اللي هي مين مانيفيست يكون عنده طاقه زياده ريتبل وانرجايز بيهيفير بينما الداون اللي هو بيكون ساد اندفرنت هوبليس بيريود هاي بتكون ديبريسيف وفي لس سيفير مانيك ايبسود اللي هم بسموه هاي كوميدي يعني بتكون في عنده بس نشاط لمدة 4 ايام بدون هلاوس او تركيز زيادة هاي بتكون ايش هاي كوميدي المهم بتكون لسبع ايام ممكن اكثر من سبع سايكوسيس كان مريض بمر المرحلتين هذول صح؟ اللي هي مانيك والشاطئ تمام؟ هلا كله صار اسمه مود ديسوردر واضطرابات المزاج طيب الباي بولر ديسوردر are episodes of both mania and depression يكون bipolar 1 أو hypomania or depression يسمون bipolar 2 نعم one episode of symptoms of mania alone or hypomania plus one episode of major depressive defines bipolar بمعنى أنه إذا كان bipolar 1 mania لحالها كافية هذا bipolar 1 بينما البايبولر 2 لازم يصير في هايب مانيا زائد ديبريشن البايبولر 1 مانيا رح حكى سايكوتيك سيمتومز حكينا ممكن يصير في اللي هي حالات ذهانيه مثل الديلوجنز ممكن يصير في ممكن يصير مع ديبريشن زي سايكوتيك ديبريشن ومانيا طبعا هون ممكن تيجي مع المانيا او مع الديبريشن سايكوتيك ممكن يصير في الحاله مع المانيا او مع الديبريشن كانوا بالعادة يتبعون سكيزوفرينيا بيكون شو مهتم بحاله ولكن إذا المريض بالباي بولر ما في عنده ما في حوله حدا ما في حدا مهتم فيه ما في عنده هيك كثير قريب منه هذا بس تشوفه ممكن شخص سكيزوفرينيا يتلقى نفس الهيئة ولكن مقارنة بالسكيزوفرينيا والسكيزوفرينيا patient chronically impaired زي ما حكينا بينما المود ديسوردر المريض بيرجع للنورمال بين ذا ايبيسودز تمام هاي هاي كيتيريشن طيب باي بولر 1 و سايكلوثايمين سايكلوثايمين زي اذا تذكروا في الدبريشن كان ايش اسمه والديسثايمين على نفس الشيء تقريبا ففي عندنا اكستريم هاي واكستريم لو في شيء اسمه يونيبولر مانيا او بيور مانيا هذا بس بصير محمد هاي عن أنواع تقسيمات مش راح تفرق معنا لا في الـ في الـ في الـ في المانجمنت ولا في يعني في التعامل مع المرض هاي بس ممكن على البروجنوز الباي بولر كوز زي أي مرض بالدنيا إيش معناه؟ هذا حال أي مرض سكر الضغط كله عندي الناس بدها دائما تعرف ليش صار من الأسباب فيش من الأسباب في عنا ريسك فاكتورز طيب في عنا biological factors اللي هي بالنسبة للنيوروترانسميتر إيش بتوقع على النيوروترانسميتر؟ السيروتونين. فبالتالي عنا زي الدوبامين يكون زايد، السيروتونين يكون زايد، بينما الجابا إيش بيعمل؟ هيبتون إيش بيكون؟ ديكريز. بيكون المفضل قليل فكله بيكون زايد. هون فعلا بيكون في physical changes في عنا genetic factor الفاميلي هيستوري هون قوي.
بايب بايبولر يعني تن فولدز ممكن تزيد الدبريشن. المونوزايكتيك توينز 70% المونوزايكتيك توينز طبعا الدراسات التوينز ستادي هاي افضل دراسه حتى تشوف الجينيتك كومبوننت الجينيتك فاكتورز. فهون بالنسبه لنا في البايبولر لقوا 70% اذا واحد من الاطفال معه بايبولر 70% فبالتالي الجينيتك فاكتور قوي جدا. في عندنا سايكولوجيكال فاكتور اي ستريسفول ايفنت بالعاده بتصير مع الحوادث تصير حادث بتفعل عنده البايبولر. في درجز اند ميديكيشنز مثلا الاس اس ار اي انتي ديبريسنت التي سي اي انتي ديبريسنت يعطيناهم للبايبولر ايش بصير؟ ميني اول ميني تمام بصير في سويتش فروم ديبريشن تو ميني. يمكن هاي مع الدوزات العاليه يعني لا عادي الشرط اذا عنده بايبولر بس يعني واحد ديبريشن اعطيته اس اس ار اي عادي بتحسن بس اذا هو ديبريشن كمان مو بايبولر ما عنده مشكله. بيجينا ورد ديبريشن بيجينا ورد ديبريشن اعطيناه اس اس ار اي عادي اعطيناه انتي ديبريسنت بعد ما اعطيناه انتي ديبريسنت بعد اسبوعين اجى ايش؟ صار يثرثر شو بنغير التشخيص مباشره من بايبولر من ديبريشن الى بايبولر. هذا السؤال جبناه للي انا عندي ديبرشن في الباي بولر ايش بصير جونا هنا في يصير في سويتش ثمانية قلنا هذا اللي قبل كل هذا التخيل. طيب هون طبعا لحسن الحظ انه نسبته اقل من 1% احنا مش دائما نشوف بس هم هذول اللي بيجوا بسرعه على العيادات هذول كمان اللي اهلهم بيشوفوه هذول هم اللي بيبين بالحاره هذول هم اللي بينفضحوا يعني بالعاده هذول هسه حاليا ما بنشوفه ما اكثر شيء وين تشوفه باي باي هذا انا سمكه انا قران انا اروح الموباي فور تلاقيهم بس انهبت يعني هم بصرفوا جد بكونوا زي او هذا بسبب حالي على مش عارف ليش اطلع بالذات bipolar disorder earlier than that measure. The onset of bipolar is earlier than the major depressive disorder. يعني بصير على عمر أبكر شوي. العادي بصير على 18 19 للعشرينات تبلش بصير. فهون age of onset للبايبولر 1 تبلش من childhood من age of 6 years 5 to 6 years to 50 years وممكن ب يعني في هاي الحالة ممكن على الكبار ولكن من age تقريبا بالثلاثينات نشوف ممكن يجوا أطفال bipolar 1 more common in divorced and single persons. يعني واحد يتزوج بس among married persons but this difference may reflect the early onset and result in a later higher than average incidence of bipolar 1 found among upper socioeconomic groups. الحمد لله وانا كوموربيديتيز زي اي مرض بسمع السبستنس يوز انزايتي ايتي ديسوردر بانيك و او سي جي. طيب الباي بولر 1 هون لا بد ننتبه باي بولر 1 كيف بنشخص الباي بولر 1 اول شيء بصير مانيك ايبسود فور 7 دايز تمام هاي اول نقطه بتاعتنا 7 دايز للمانيا او مانيك سيمبتومز ذات ار سيفير انه يدخل المريض على المستشفى ايش بكون سيفير؟ مش لازم لا احنا بنحكي عن باي بولر عادي مثلا داير طالع بالشوارع بخبط على الناس تبعوني تبعوني الموسيقى هذا مزعج هذا لازم يدخل على المستشفى او مثلا مره واحد بالرمثة بتذكر طالع بالشوارع بكسر السيارات ليش؟ هذول بدهم هذول قاعدين كلهم السيارات متفقين عليهم يطلعوا يسكسوا حتى حالتنا اقول هذا ايش منه؟ طلع عليه شو عملنا؟ وطلع المستشفى مباشره مش عارف يسيطر عليه ودنا له الفريق يهدي مباشره نعطيه دور وبعدين نطلع على المستشفى هذا فيري سيفير طبعا يوجوالي ديبرسيف ايبسود اوكر از ويل تيبيكالي لاستينج 2 ويكس هاي ديبرسيف ايبسود الدبريشن ويز ميكست فيتشر ممكن مرات يصير في ديبرسيف ممكن مرات تصير هاي نسميه ميكست ميكست باي بول يصير في عنده هارد ديبرشن مع المينيو مع بعض. عشان نشخص باي بولر 1 at least 1 مانيك ايبسود 1 مانيا خلص نشخص تمام. طيب
هاي النقطة دائما موجودة في كل مرض بي اس ام اذا حط انه لازم هذا المرض قاعد يفسر باي مرض اخر لا سكيزوفرينيا ولا سكيزوفرينيا فورم ولا ديجنت سو هاي معلومة هاي مكررة بكل مرض تسويها في اخر نقطة بي اس ام. الدبرسيف ايبسود ضرورية عشان شخص باي بولر 1؟ لا تو عادي تصير بس مش مهم للتشخيص مش لازم ميني واحدة خلص باي بولر. فبالتالي ايش يعني ميني؟ يصير في elevated expansive irritable mood for last for 7 days تمام. patient يصير في معهم euphoria بالاول بعدين يصير في irritable الاول تلاقيهم بسوق كثير بغير ممكن طيب. هلا بالنسبه للمانيك ابيسود حكينا 1 ويك. طيب هلا بصير في كمان اعراض يهم inflated self esteem or grandiosity او النفس مليون decreased need for sleep ما بينها طبعا الواحد ما بينام شو المفروض تكون طاقته؟ قليل هذا شو بتكون؟ توكتب وفلايت اوف ايديز هذول قد ما بكون يحكي حتى الاهل كلهم يسكتوا فيه مزعج وفلايت اوف ايديز بضل يتنقل بين المواضيع ديستراكتبيتي اكتيشن بتحكي معه فجأة بشكل مباشرة انكريزد انفولفد دايركتد اكتيفيتي هذول بصير بده يعمل مشاريع بصير بده يعمل شغلات طبعا مرات بضيع حاله يعني حق مرضى اجانب بضيع تقريبا 270 الف دينار ايش راح يفتح محطة اثنين مش راح يفتح محطة خلال شهر باعها راح خسر فيها 500 الف اشترى ارض اساس يبني عليها حفر عمر ما زبطش راح باعها خسر رجع فتح كمان محل درايك بعدين فتح محل مواد كذا ولا مصاري هذا ثلاث شهور كان تسوي مصاري في عندنا سايكوموتور اجيتيشن زي مثلا هذا اللي حكيت له عنه بس يكسر اكسسيف انفولفمنت ان اكتيفيتيز ذات هاف هاي بوتنشال فور بينفول كونسيكونسز تلاقيه يعني في اذى عنده او ما فيش بيكون يعني ما بحسب حساب الكونسيكونسز المود ديستربنس كافي انه يعمل امبيرمنت طبعا الابيسود از نوت يتطلب فيسيولوجيكال افكت او سبستنس فلازم من شروط ان الشخص ما يكون ماخذ سبستنس مثلا واحد ماخذ حشيش او ماخذ كبت طبيعي انه يسوي زي اكيد هم زي ماني بس اذا عرفت انه باخذ امفيتامين ما بشخصه ماني ما بشخصه سبستنس يوز سايكوسيس او سبستنس يوز ديسورد واضح فلازم انه ما يكون فيه سبستنس هذا اللي صار في السن مرات اللي بالعشرينات اللي بنرجع عليه في هاي الحاله بحط عمل بس فاست فاست يعني بيج فاست ديستراكتيفيتي انديسكريشن جراندوزيتي فلايت عشان تسهل عليكم هاي المانيا وهاي الدبريشن سيفير اند ريتش دينجرس ستيل ممكن يعمل هارم فور سيلف اور اذرز هوسبيتاليزيشن اذا كان في سايكوتيك فيتشرز زي ما حكينا طيب الكورس طبعا اذا تركناه ما عالجناه ممكن يروح خلال اربع شهور عادي تمام المانيا بتكون رابد فبسرعه بتروح يعني خلال اربع شهور ممكن تكون الدبريسيف ايبسود فيه ممكن يظلها تسع شهور في واحد شو بيحكي بس خلص بستناها تروح صح؟ بدا ما ياخذ ادويه يتعالج بس هل انت ضامن انه بعد 9 شهور تروح؟ هون نحكي لك افرج اذا ما راحت صح؟ اذا ما راحت خلال 4 شهور 5 شهور 6 شهور 3 سنين 3 سنتين شو بتعمل؟ يضيع صح؟ يضيع ما بتقدر تعتمد على الارقام ما بدنا نستنى لانه هذا الشيء بيعمل سيفير امبيرمنت بايبولر 1 موست اوفن ستارتس ويز ديبرشن العادي بيبدا احنا بالديبرشن 75% من المرات تكون في النساء و 67% في الرجال. كباي بولر 1 بالعاده ببلش ديبرشن فمعظم الاحيان ما بيكون واضح. يعني احنا بالعاده مش شخصه ديبرشن ما بيكون في اي مين ولا اي شيء. بعدين بيجي عندنا في مين هدف من النشاط النسائي. ديبرشن في باي بولر 1 هاف بورر بروجنوسيس طبعا من ميجر ديبرشن 7%
do not have recurrent symptoms. 75% have more than 40% have chronic disorder. وبالتالي معظم مرضى البايبولر يمكن يكون لهم على العلاج. وهذا من الامراض اللي نحكي للمريض بروح على العلاج كل يوم. هذا من المرض الثاني. هذول هم المرضين احنا فعلا ما نوقف الدواء. نحكي للاهل هذا المريض راح يضل على الدواء طول العمر. ممنوع توقف ولا حد ولا يوم. Long term follow up 50% with bipolar 1 يكون كويسين 75% سماح من اللابسس 30% partial remission 10% يضلوا مرضين على طول حتى ما يتعالجوا. طبعا هاي النسب مخلوطة مع ايش اللي هو عدم الاتزان تبع الأدوية. بالعادة معظم المرضى أكثرهم بمجرد ما يضلوا ملتزم على الدواء ما بصير عليه شيء بصيرش في اللابس. بس عند الناس لازم الدواء لازم انه خلص عالج مش في حاجه. هاي الادويه بتجنبه. هاي الادويه ممكن تسوي له ادمان. الناس يعني بيحكوا اشياء مش منطقيه ضد المريض. يعني المشكله بهاي الامراض كل ما توقفت العلاج وانتكس المره الثانيه بس ترجع تحطي الدواء الاستجابه مش نفسها. انت بتضطر تعطي دوايين ترجع بتطع الدواء بينتكس ثلاث أدوية. بعدين لازم ترفع الجرعة. إذا انقطع كم مرة بتصير 4 أو 5 أدوية يا دوب الجواب. فإحنا كل ما الواحد قطع في العلاج وصار لابس يخلي الموضوع. بس عندنا الناس بيحبوا يعني يتركوا بسمتهم بهالشيء. ما بعرف ليش. ممكن مرات بشكل في ناس بتشكل إنه لا ما فيهوش شيء. مرة زي هيك مشينا شهر المريض شهرين صار ممتاز رجع طبيعي. الشهر الثالث رجع جابوا لي ليش؟ وقف الدواء. ليش وقفته؟ ما فيهوش شيء. قاعد عندي بدي يحكي جزء نص ساعة ولا سكت. يعني حتى هم بيجي من نوبه بيحكي لي أنا في بدك ياخذ تصير شيء سوي بدك. يعني شوفوا كيف الناس مرات لما يشوفوا الابن كويس تقول خلص مش داعي. poor prognostic signs يعني خلي ناقص male young rapid cycling substance مع bipolar. يعني واحد عنده bipolar أصلاً يأخذ substance. psychotic symptoms low social economic state لو في موربيد poor occupational state لما قبل مرض كان صغير بسيط انتر ابسود ديبريسيف فيتشرز اني باي كتير ما بين ايش يعني رابيد سايكلينج؟ رابيد سايكلينج انه يصير في عنده اكثر من اربع ابسودز من مانيا او ديبريشن في سنه. رابيد سايكلينج يعني بيقدر بسرعه خلال سنه في هلا في سكندري كوزز اوف مانيا. هذا السؤال مهم. ميديكيشنز اول شيء في عندنا ميديكيشنز زي الستيرويد ثايرويد ميديكيشن يمكن درجز زي الكوكايين اندوكراين ديسوردرز زي الهايبرثايرويدزم كوشنج نيورولوجيكال ديسوردر اي هيد انجري من بلازم سي بي اي انفكشن زي المنجز اي شيء غير طيب كلينيكال فيتشرز اللي هي بتخلينا نعتقد انه هذا الدبريشن وبايبولر ديبريشن وليس هذا الديبريشن هو جزء من بايبولر ولا ديبريشن عادي. انه يجي الديبريشن ايرلي اونست انه يكون في سايكوتيك سيمتومز قبل 25 سنة عمره 22 عنده سايكوتيك سيمتومز هذا احنا بنشوف انه بايبولر. بوست بارتم ديبريشن اذا كان في سايكوتيك فيتشر هاي يكون بايبولر. رابيد اونست اند اوفست اوف ديبريسيف ابيسود شورت ديوريشن يعني انه يصير في بالعاده الديبريشن بيقعد 9 شهور يعني بيضل مخلص 3 شهور. اذا شفناه خلال 3 شهور راح الدبريشن من عنده بنخاف انه هذا يكون عنده باي بولر. هذا الدبريشن اللي اجى هو جزء من الباي بولر. ريكرنت دبريشن زي ما حكينا مور ذان 5 ابيسود مثلا. دبريشن وذ مارك سايكوموتور ريتارديشن. تكنيكال فيتشر. سيزوناليتي. الباي بولر فينجرز. مش لازم اذا واحد من هذول تكون يعني فيه باي بولر. بس انت بنشوف اكثر. مع الوضع المريض خليك تاخذ هذا الجانب. دكتور ايش تفيد الريتارديشن؟ كان نوم بتأثرش على الكوجنيشن سايكوموتور الحركه تصير قليل. يعني مثلا في مرضى بتلاقيهم ديبريشن نعطيهم اساسرايت تحسن شو بعدين الموضوع يتوقف التحسن نرفع الدوز بيرجع تحسن شو بعدين بوقف اوجمنتيشن نفس الشيء يضل في عندنا ريسيستنس ما بتحسن المريض. اول شيء بشوف فيه
هذا مريض مو باي فولر ديبريشن ولا سيمي فولر. هون بنعطي احنا ايش؟ هرمون ستابلايزر او انتي سايكوتيك ونشوف مرة بيتحسن على الانتي سايكوتيك. طيب هاي دنسيتي دي جنريشن تدري يعني خلال ثلاث اجيال موجود عند المرض مود دايابيتي في متطلبات المزاج هايبر ثيميك ثايميك تمبارتمنت اللي عصبيه هايبومانيا اسوشيتد ويز انتي ديبريسنت يعني اعطينا مريض انتي ديبريسنت وصار معه نشاط زياده كان يحول التشخيص لبايت repeated at least 3 times or less efficiently of antidepressant هذا اللي شو يعني عم تعطي antidepressant وما عم يجاوب معناته هذا bipolar depressive mixed state يبصير في psychomotor excitement irritability or sleepy يعني يكون depression ما يكون كثير متحمس هذا يكون depression مع افكار زياده في sexual arousal هاي من الشغلات كمان اللي بتخلينا نغير تشخيص bipolar نيجي على bipolar 2 اقل يعني نفس الوضع ولكن أخف بصير في ميجر ديبريشن وهايبومانيا الاثنين لازم يكونوا موجودين تمام باي فور تو جريتر ريسك فور فور اتمبتينج اند كوميتينج سوسايد ذا بيشنت ويز باي فور 1 اند ميجر ديبريشن ورد بيعملوا سوسايد اكثر من باي فور نرجع عن هايبومانيا هي عباره عن مانيك سيمبتومز ولكن ايش؟ حاطين ذكرتي هون 4 consecutive days قلنا لكم هاي كمانية قديش تصفون الامتحان 4 أيام والمانية 7 أيام 7 أيام هاي كمانية are common in bipolar 1 but not required for diagnosis in bipolar 1 هاي كمانية ممكن تصير مع bipolar 1 هذي ولكن مش للديagnosis طبعاً حكينا أول شيء بالنسبة للتشخيص 4 days ممكن تستيقظ نفس الشيء ولكن جاتهم أقل هون is depressive episode required bipolar 2 لازم يكون في depression حتى نكتب bipolar also prognosis of bipolar 2 indicate the diagnosis is stable because there is high likelihood of depression for bipolar 2 have the same diagnosis up to 5 years يعني هون prognosis also prognosis يكون stable بالعادة bipolar 2 chronic disease بالعادة خلاص bipolar 2 يضل على العلاج نعمل في العلاج this common feature the features of bipolar disorder اللي هي mixed episode كان عم تتسبب bipolar 1 أكثر الرابط سبب هو 4 or more episodes of depression and mania in the هذا اسمه rapid cycle طب نطلع هون في عندنا مانيا depressive high heart rate high depression هذا بالنسبة للموت الدكتور إذا كان في one manic episode خلاص bipolar 1 لازم يكون في نيجي على السايكلوثايميا هي عبارة عن periods of hypomania and depressive symptoms ولكن مش جاي كثير مانيا ودبريشن أخف تحس انك انت مش عارف مش قادر تشخصها يعني شايف المريض في عنده نشاط زيادة بس مش باي بولر مش قاعد بترتب كثير بسكت شوي عادي بتفاعل يعني بتحسها انت لما تطلع على المريض انك مش عارف تشخصه بتحكي باي بولر بس مش مستلش تحكي ها هي بتكون سايكل ثانيه تمام هاي بكون اكثر من سنتين نفس مبدا الديستاينيا الديستاينيا بالدبريشن او اطول صح اللي هو مزاجه مش كويس مش ما تقدر تحكي باي بولر بس هو مزاجه في عنده عصب مزاج متقلب خلال سنتين نيفر وذاوت سيمبتومز اكثر من 2 مانث يعني ما في مر عليه شهرين كويس ما مر اكثر من شهرين يكون كويس بس في الشهر يكون كويس وهذا يضل ايش دائما في عنده تقلبات مزاجيه فما في عنده ما مش جاي الكرايتيريا تاعت الموجه ديبرسنت ديس اوردر ولا المانيا ولا الهايبومانيا طيب نفس الشيء مش سبستنس ومش ابصار ايش الفيبل لمير ريشيو هون 3 تو 1 بالعاده بتكون بين 15 و25 سنه ساينز اوف سيمبتومز هي نفس الباي بولر 2 ولكن ليس سيفير هي باي بولر 1 هي الموست سيفير باي بولر 2 بعدين السايكل تايم اخذت واحده بس ايش؟ المده الكبيره صار مش تو مور سيفير باي بولر 2 لا مش سيفير صار فيها سوسايد اتمت فيها سوسايد بس مش كاعراض ليش بتاثر على المريض؟ لا باي بولر 1 بتعطل المريض باي بولر 2 عادي بتصير يبدا حياته بدون ما يتعالج تمام؟ في طلاب
طبعا تاني مش زياده سنتين ثلاثه جمع علامات كثير بعدين خلص انطفى اجى مرض باي بولر 2 من العلماء كثير منهم يقولوا باي بولر 2 زي مثلا لو تقراوا عن حياه مثلا نيكولا تسلا لو تقراوا عن حياته كيف كان يقضي يومه هذا 100% عنده باي بولر 2 ليش؟ كان ينام ساعتين وعنده اكثر من 300 400 اختراع كهرباء موجات الواي فاي الاختراع الراديو الاختراع اللاسلك الاختراع كل هذا اختراع بس شو جايبه مع ذكاء وعنده اختراع فزقت معه فالباي بولر استفاد منه يعني حتى هاي يجتمع حياته كيف يعني ايامه تحس انه باي بولر يعني مش طبيعي حتى طريقه تفكيره تلاقيها في عنده زياده في التفكير في عنده نشاط نوم نفس الشكل يعني قليل يعني نشاط زياده تحس انه هذا ممكن باي بولر 2 عادي تلاقي مريض ستيبل وماشي حياته طيب بس انتم زي الاي كويس كبير بعد شورت ديوريشن يعني هون يا بيكون خفيف على المدى الطويل او ويكون سبيل بس شورت ديوريشن كيف بنعالج زي باي بولر 1 كيف بنعالجهم كلهم مو ستابلايزر وسايكوثيرابي السايكوثيرابي بس يسحب مريض avoid antidepressant monitoring لما ينوع نعطي المريض antidepressant لحاله لازم دائما يكون معه يا اما مو ستابلايزر يا اما سايكوتيك يفضل دائما انه نقطع الانتيدبريسنت بس يستقر المريض عشان ما يعمل له تقلبات treat any comorbid substance المود ستابلايزرز سمحتك يعني هم طيب 4 تايبس 1 و 2 سايكلوثيرابي تمام مانجمنت عندنا اكيوت ومينتنس اكيوت يعني الان كيف بحاجه مريض الان جاي يطلب مود مود ستابلايزر وهذا خط واحد العادي هو الفيرست لاين معقول يكون احد في عنا الانتي سايكوتكس الخيار الثاني مع بنزودايزابين رائع جدا تمام انتي سايكوتكس يعتبروا برضه مود ستابلايزرز بحد ذاته زي الاولانزابين والكيتامين نعطيهم في هاي الحاله في انتي كونفلسنت مود ستابلايزرز اللي هم زي الفالبرول كاربامازيبين فالبرويد او فالبرويك اسيد ولا موتريجين هذول هم انتي كونفلسنت بس يستخدموا كمود ستابلايزرز تمام مرات بعد مرض الدوماتولوجي بيرجع عليه بيقول لي هذا مرض صرع عنده صرع ايش بتعمل ايش بتعمل هذا مثل مزاج هابي هذه المرض as well as serious of intermittent antibiotics هذا الكل من الأكيوت كيف؟ هذا الكل من الأكيوت acute and maintenance نعم عادي بس مثلا أنا مكتب ليثيوم ليثيوم هو استبلايزر بنعطى في الأكيوت كل واحد منهم يلو هذا الأكيوت والمينتنس بيقلل الريلابس بيعالج الباي بولر ديبريشن وهذا الوحيد اللي بيقلل السوسايد عندنا مين بالسكيزوفرينيا كان بيقلل السوسايد؟ لازم ديبريشن الاساس رايز طيب الليثيوم هلا مشكلته الليثيوم ليش ما بنحبه؟ هو مش كثير بنمشي الليثيوم بسبب السايد افكت ممكن يعمل هايبوثايرويد ممكن يعمل هايبر باراثايرويد ممكن على الحامل ممنوع نعطيه ليش دائما؟ اتريلايزيشن اوف ذا ممكن يعمل نيتروجينك دايابيتس انسيبس شو يعني يخلي الريسبتورز تبطل تستقبل الاي دي اف الريسبتورز تبطل تعريف لا تكون موجود ما فيش ما في ايش بيصير فيه هذا مانع ادرار البول ما في مانع ممكن يعمل طرف هذا لو زحمة تزعلش ممكن يعمل هاي طرف
طبعا مزح. الآن تكون بلسنت كاربوميزابين 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 هلا الكاربوميزابين والكاربوميزابين مستخدمة بالأكيوت والميكست البلوكاسي بالأكيوت والميكست ننتبه هون عشان أنك ميكست ديجي تي ديبرشن هدول يعني جبناهم أسئلة كثير كافية اللي بتاعتكم يعني واحد عنده نشاط زياد وبينامش وبيروح وبيجي بس بس تيجي تسوي كيف مزرعه ولا بسيب بدل حاله عايف حاله مش طايق حاله في الشيء يعني في الشيء تبي قاعد بسرعة يطلع من الشيء شو بدك شخصي لا متوجي هذا اللي يستجد هذا عطلة بايبول بسوطر ولكن هذا عالج إيش الدبريشن بهذي هذا الأول الإبسود بالدبريشن المانية مور إفكتيف بالدبريس الإبسود أكثر من هذا المكتب عادة المانتنس تبع الدبريشن also effective as treatment of rapid cycling hemiplegia. حتى rapid cycling هو mixed mixed وكمان هو rapid cycling. تعتمد السرعة. شو بدك تعتمد السرعة؟ عشان شو؟ أي واحد؟ اتيبيكال انتي سايكليك هذا من افضل الاشياء اللي نعطيهم احنا للناس سكند جنريشن انتي سايكليك ولانزابين كثير قوي لانه فيري بوتنت يكون عيار قوي نعطي 10 للمريض او 20 اذا شفت وضعه سيء بعطي 20 ملي جرام ولانزابين اطول بناء خلال اسبوع بيكون هدي المريض شو الفيرست لاين؟ ايش اللي بتشلح من الفيرست لاين ليثيوم حسب الجايد او مرة بستخدم ليثيوم أكثر، عندما ما بستخدمهوش لأنه الأهل غير مش متعاونين كثير بالعادة لأنه هون إذا اضطرت تفحص المريض تشوف مال إذا كانت ست بفضلش نمشي عشان الفحمة إذا صار في عنده الفوجينيك دايبتس انسيبي بس ممكن الأهل يروح يرقب فيه يلف فيه الكوكب كله غير مرودي ممكن تجيب آي سيو فجأة تجيب آي سيو فهون ما بنحب نمشي فيه لأنه الأهل مش كثير بتساعد غير هيك ما تقدر تخلي الناس عندنا هون يقدروا يركبوا تعال على الطوارئ تعال تحس بحصول لابس مختلف هاي الاشياء كلها الانتي سايكليكس اقل الاعراض اقل من اللي هو المونيتور كونسيدر مود ستابلايزرز يوزد فور مانيك بيشنت اور باي بولر هلا عشان بدنا نهدي المريض جاي عليك بخبص وسولف بتاثر كثير بدك تسكته نعطيه انتيسايكتيك ولانزابين مثلا هاي دوز بعدين نعطيه كلونازيبام او لونازيبام بالعاده كلونازيبام اقوى كمود ستابلايزر فهون هذول هاي بوتنسي بنزودايزابين في عنا تريتمنت فور اكيوت مانيك اجيتيشن انسومنيا اجريشن ديسفوريا نعطيهم بنزو نعطيهم مع الليثيوم او الكربونزابين او الفاليبويد طبعا احنا حسب حالة المريض نعطي ادويه شفته مش كثير نعطي بس انتساك المريض مثلا هذا اللي حكيت لكم عنه كان يكسر بالشارع شو اعطيته؟ اعطيته لانزابين فول دوز 20 اعطيته ديباكين اللي هو الفاليبويد اسيد 1000 الصبح 1000 المساء كلونازيبام اعطيته الصبح والمساء تمام ليش؟ بارد فيه بارد يكسر عندك تلبيك لازم هذا يعني بالاخر هذا كمان عنده لاعب عنده مرض ما بقدر نعطيه أدوية خفيفة استنى يتحسن بدك تخليه خلص بدك تنين بدك تقول يعني أجلسه مع العلاج فعلا خلال أسبوع أو خلال يومين نام نفس اليوم بل نايم أسبوع صح فجابوا لي الأسبوع اللي بعده كان منعوس صفة لما جابوا طبعا لأني يعني كثير أعطيته أشياء بس أنا بدي هيك يكون أسبوع الثاني بسجل بلشت أخفف فيهم خلص تجاوب خففت الإخراجات أمور تمام
بعدين هسوي فرجة علي لحالي. بيجي مجدد علاجات بتأكد انك كويس ولا صرت اشوفه كل ثلاث شهور كذا. اول فترة كنت كل اسبوعين اشوفه عشان ايش؟ تتبع انت مع الدواء. قدرت اكون في حياة طبيعي يعني؟ جدا ذيك اليوم قاعد معي قاعد مع الملك نعم هو سوالف وعاقل وامور تمام من ثلاث شهور. الدكتور هذول بكون عندهم انسايت كويس يعني المرضى بعد ما رحت العلاج وبيلتزموا عادي حسب الحالة في ناس بيلتزموا في ناس لا. وهي هي المشكلة الأساسية في ناس ما في ناس بتخنش بس بالعادي مثلا لما يشوفوا يضلوا كلهم بس في ناس لازم يجيك ناس يعني كيف بتصنع بالعلاج لا يعني في ناس هاي أكبر مشكلة لديك الكشاف المصير المرض سيئة على أساس شو يصير؟ يصير أمي